ظل لوتسيوس فيشر يراقب الطيور المهاجرة على مدى 20 عاماً. في معظم الأحيان تتصيد الشباك صغار الطيور. هذه المخلوقات الصغيرة قادرة على قطع مسافات لا تصدق. هذه عصفور أنثى من صنف جريتيت. إنها تسافر من شمال أوروبا، ألمانيا، سكاندينافيا باتجاه وسط المتوسط. ما بين 20 إلى 30 صنفاً تنتهي في هذه الشباك كل يوم. في يوم جيد نصطاد ما بين 100 و150 طائراً، ثم نزودهم بحلقة معدنية ونقيسهم ونزينهم، ثم نخلي سبيلهم مجدداً. صيد الساعات الأخيرة يوجد في هذه الأكياس. في الأيام السابقة كان عدد الطيور التي تم اصطيادها في الشباك أكبر بكثير. تتمثل المشكلة في أن الأماكن التي تؤويهم تتجه إلى الزوال نتيجة للتوسع العمراني، كما أن التقاليد الزراعية تتغير باستمرار، فيما يزداد تراجع التنوع في المحاصيل، لذلك تتقلص إمكانيات الحياة والغذاء للطيور. تظهر هذه القياسات المفصلة نوعية الظروف التي توجد عليها الطيور، كما توفر معلومات عن سنها وتوزع النسبة بين الذكور والإناث في الفوج المهاجر. كل حيوان يفحص بدقة للكشف عن الأمراض، وتحول هذه المعلومات إلى المحطة السويسرية لعلم الطيور. أخيراً يسمح للعصفورة الصغيرة بمواصلة رحلتها، وفي غضون أسبوعين من المحتمل جداً أن تستمتع بالشمس الإسبانية.